اوكي اعملي ساندويتش كتير مهضوم، مش تحبه مثل قبل مثل ما اول ما بلشت بعالم الصباح وهالقد لذيذ وبطعمينه. بوجور شيف. بوجورك. طيب الحلوم مع يامي. بندوره هيك محمصه رائع، عم سخن لي اياها كمان. كنت انا بلشت بيع، انا فتح سناك هون لاني يوم طعم الشباب. مش غلط، رح بلش تبنيني من زمان. انا شكيتك لولادك ولمرتك اصلا. ليك شو عم بعمل لك كمان. وهلا بكاني بس خلصت جاي بتمر لعندي بتاكل ترويقه من الحليب والشوفان مع العسل والبندق. يامي. يا سلام. كثير منيح. شو بتضلك يا جاي لبعدين؟ عندك شي شبرك؟ عرفت علي كيف؟ هلا عم بعمل العجينه، اوكي؟ وبس ترجع لعندي رح خبرك كيف عملتها. مش غلط. تعقد بتجنن. انا جدا مع. والف صحتين وان شاء الله يا رب تكون دواء. كتروا تليفوناتكم بهذا الوقت لحتى اكون انا عم بقدر اخلص الساندويتش بليز، لانه ما تزعجوني على ترويقتي. ثانك يو شيف. اني واي جين صارت حاضره معنا بتستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء بخصوص الجمال. رح اسال سؤال ورح اقرا شوي من الكومنتس لتشوفي انه هيك الاشخاص كيف عندها طبع يعني معين، كل واحد عنده طبع. اذا كنت من الاشخاص اللي بيتضايقوا يشوفوا ناس لابسين مثلك نفس الثياب بسهره او بشي محل، او بتعيري او تستعاري ثياب بتحبي يعني هيدي الخبريه. في عنا سموره العمرها تقول دائما بعتبر بعير تيابي وبهديون، وعمري ما استعرت تياب حدا، لا بتضايق اذا شفت حدا لابس مثل تيابي، انه ما بتضايق بس بتنغير اذا كانوا تياب حلوين وجسمها مبشع منظر القطعه. بحب نحن نلبس شيء لابق لنا ونضيف على القطعه جمال. حنان بتقول اويا بتقول ابدا ما في مشكل، بالعكس واي نوت. بحب بساعتي بس عير. بتحب تعير حدا تيابها. فاطمة بتقول لا ما بتحب تعير ولا تستعار. شو رأيك؟ هلا نحن وصغار كنا كتير نستعير ونعير، بتعرفي، وخصوصا ما كان في بادجت تياب وبدنا نفشخ شوي سو يعني بتياب اصحابنا. هلا على كبر اكيد بحب عير، استعير بستحي، والحمد لله عندي تياب مظبط حالي فيهم. مظبط حالي زينتك كيف؟ هلا كرمال الفستان احيانا بتستعير، يعني احيانا بتستحلي هذا الفستان ايفن لو كان عندك تياب، بس يعني بستحي. بس بتستحي. اوكي. هلا الكرمال مثلا تنحسب بكره في الميركس ستور، بنصح الكل يقعدوا قدام التي في من الساعة اي ساعة 6:30، حنكون كلنا على الريد كاربت، اكيد حكون موجودة، وبلاس تصوري لابسة فستان وجابته من امريكا ومبسوطة فيه، صحيح مش كتير غالي، صحيح كتير حلو، بس لاقي وحدة تانية لبسته وطالع عليها أحلى حغار منه. هون بقى بتبلش حغار منه. سو لا ليش لا؟ لا أكيد رح تكوني شاينينج بكرة يعني. ايفريبادي كل فيوتشر حتضوي، واكيد حيكون شيء بيطير العقل. فستة ونص لازم يحضرونا على الريد كاربت، بتبلش للسبعة ونص، وثمانية ونص بتبلش السهرة، وأنا حكون على الريد كاربت كمان انطروني. يس. في عنا اتصالات اليوم بدنا نستقبلون، بس بدي أعرف شو في جديد. هلا اكيد نيوز. اذا بدك غبت تقريبا 3 أسابيع كنا بامريكا. بتعرفي هوليوود وال اي صورنا هونيك اشياء كثير حلوه، واكتشفت عالم امريكا بغير نظره. يعني دائما كنت روح ابو 5 أيام 7 أيام فيتفي على السريع، هلا لا عدنا 3 أسابيع. حلو. عادت مع الامريكان. هلا الحلو اجتني بروبوزل بال اي افتح بيوتي سنتر. براو. حتى البنكر انه they are بيعطوني مليون دولار وجوفرت، وما في. واو. هيك ما في عندهم هيك اللي عنا اياه بجميزو بصيدا بكاليفورنيا بال اي بهوليوود. سو يعني انبسطت انه اللي انا عملته ما في منه لا بامريكا ولا بيوروب، لانه انا بنت باريس. هالكومبينيشن اللي عملتها بين سليمينج والفيرمينج والانتيريد والبيونج فور ايفر، هالتريتمنت بدون عمليات كثير مطلوبه بيوروب وكثير مطلوبه بامريكا، وهلا صرنا عم نفوت أكثر
اكثر واكثر بهيك قصص. اكيد جايبه اشياء جديده حيكتشفوها شوي شوي، اكيد مش كلها مع بعضها. اعطينا هنت. عندنا شهرين بيطيروا العقل، بيناتهم في هوليوود ستايل للستارز، امريكان ستارز. اكيد بكره بالميركس دور دائما انا بشبههم، لانه كنت بذات الوقت وقتها اخذوا الاوورد تبع اهم ممثلين، وكمان كان في الام تي في اوورد للميوزك. سو هالكومبينيشن بين اثنين مع بكره الميركس دور عملت لهم حلقه بتطير العقل، الفرق بين الاثنين يعني قد ايه نحن لبقلنا عن جد لبقلنا تو بي ستارز. طبعا لبقلنا اللبس والميك اب والشعر والريد كاربت اكثر من الاوروبيه والامريكان. معليك كمان الموضه، نحن كمان اكيد اكيد ونحن عندنا فن وذوق. اذا بقول لك وقتها انزل على تنحسب اعمل شوبينج بسوليدار بمحل واحد بقش 10 فساتين بامريكا بتبرمي كل المول. بس ما بتحبي تيب ابدا، واضح. تبرمي كل المول لتلاقي قطعه على ذوقك، لتشوفي قد ايه نحن مذوقين بالتياب، مذوقين بالشعر، لانه كمان كشعر جربت مش واو. ماشي يعني عشوائي بده يغسل لي بمي مسقعه والبراشينج على السريع تطلعي ما في شيء، يعني عن جد كثير في فرق بين لبنان الموضه والثقافه والجمال والتجميل. اكيد. طيب خلينا نشوف شوي من الصور يلي اكيد اول صوره هلا احكيت كمان صرت راقب كثير الحواجب بامريكا. بتعرفي كل ستارز بدون حيلا حدا بدون حاجب بتحس الوجه قد ايه بشع. دونك تجميل والجمال بالحواجب كثير مهم بالنسبه للست. صح. يعني لاحظي هالصوره بيفور وافتر، كيف مع حواجب قد ايه تلاميحها حلوه، بدون حواجب كيف باهته، بتحسي انه الحواجب كثير بياثروا. هلا انا بحبه الناتورال، نحن عم نصير كمان بلبنان كثير رايحين على تو ماتش شيبينج، يعني منلونهم اكثر، منتخنهم اكثر، منعرضهم كثير، منعرضهم كثير، يعني تو ماتش. فوالا بتشوفي كانه حواجب حيروحينك، يعني قد ما عم نعرض حواجب رجال. ايه وحيختفي في مدى معين لازم يكون موجود وعارف موجود، وفي دراسه معينه كيف لازم يكون. هلا انا مع نسق مع الوجه وتقطيع الوجه. مظبوط. انا مع انه وقت ينرسم الحاجب على رسمتك الطبيعيه، مثلا انت كثير ناتورال، الدموازيل اللي عم نشوفها هلا ستار كمان على الشاشه كمان ناتورال، هيدول شوي نعلمهم بدون ما يكون اوفر، بدون ما يكون غامق، يكون لابق مع شعرها الاساسي وبشرتها كتير حلو، بس ما يكون أغمق من هيك، ما يكون أعرض من هيك، ما يكون أطول من هيك، ما يكون أعلى من هيك. سو هيدول القصص كتير مهمة حتى يعطينا هالوجه الناعم الحلو، ما يعطينا أنه اللي بيطلع فينا ما بيشوف إلا الحواجب، يما بيشوف في شي دفو. كمان تالت صورة كتير حلوة بتفرجينا كمان الحواجب قد ايه مهمة. هيدول ستار الصغار، بتعرفي بهوليوود كتير هلا هاو ستارز الصغار اللي بلشوا مع ديزني وصاروا بالتين ايج، والتين ايج بامريكا كتير ضارب بين الهات شورتس والفالجر، يعني حسيت انا شوي بلاس فيغاس كتير فالجر. سو ام سو هابي انه اولادي عايشين بالميدل ايست بالشرق الاوسط، لانه الا ما يرجعوا باوروبا وامريكا على الاصول وعلى التربيه وعلى الثقافه وعلى النعومه وعلى كل شيء بوقته، يعني ما نستبق الامور. يعني بتجينا بنت عمرها 16 بدها تعمل تاتواج، ممنوع ماشي، يعني انا بحكي اكثر من امها انه حبيبه قلبي ما بيصير، لازم حواجبك تخليهم ناتورال، ما نبلش نشيلهم كثير، نتركهم على عرضهم، انه اذا الواحد يعيش عمره يعني فوالا على وقتها بنظبط كل شيء في تنظيف فاين، بس انه مثلا عم تتواج 25 وطالع، لانه التتواج بكبر يعني بمرحله معينه بكبرك اذا تخنتيه وكثير علمتيه، بدك يكون ناتورال، في شويه فضاوي مش يكون كله مدروس غامق. مزبوط اكيد. كمان هيدا ستار من فرنس كثير محبوبه بامريكا، بتحسي انه حواجبها شوي قشطين بس ما عندها مشكله بالنسبه لتدويره وجهها ولتقاسيم وجهها كثير لبقلة.
مزبوط. مش طالع غلط. اور نحن بلبنان لازم تعمل طرقتين بوتوكس تيعلو وشوية تاتواج لفوق الجبين، دونك روحنا كل جمال معالم الوجه الطبيعية. بدنا نجرب نشتغل على الطبيعة، شوف هيدول بيطيروا العقل. دونك هيدول يعني الحواجب البيرفكت الناتشورال، مش بعمل لهم تاتواج بس بعمل لهم كثير. هونيك بامريكا الهوليوود تريتمنت للحواجب اللي هو ايبرو تنظيف من تحت ومن فوق، وماكسيموم بلونون لون على لون بشرتهم على لون حواجبهم الاصليه. ما بيزيدوا ولا بينقصوا، ما بيعطوا داركنس اكثر حتى يعطي شيب فيري ناتشرال ويونغ. صحيح. اوكي سو بدنا نجرب نلتقي. بس بتخافي انه هلا مثلا في ترند ممكن تكون دارجه للحواجب انه السنه مثلا يكون عريض مراجع لازم يكون اعراض بعده بيصير للرفيع ما عم تفهم منه. سو واحد بيغلط وقتها بروح بيعمل التاتواج وموديل معين ما بيقعد بيقدر يطلع منه. هلا الشطاره بالبنت البروفيشنال اللي نحن مثلا اجمالا مشهورين بالتاتواج لانه بتشتغل لك بطريقه شو ما قدرتي شو بدك تعملي ريكتيفيكاسيون تغيري في يلبق. اوكي سو هلا ها الستار اللي عم نشوفها هلا بالصوره بتحسي حواجبها شوي مدورين ميله اكثر من ميله. دائما انا بحب انه نجرب الماكسيموم بتنظيف الحواجب يكونوا قد بعضهم ومثل بعض، مع انه دائما بقول انه نص الوجه ونص الجسم ميله غير عن ميله، في فرق بسيط ما حدا بينتبه له الا اللي كثير نيقع بيركز على هو التفاصيل. اكيد. شو جايبه من امريكا جديد؟ كثير هلا دارج بسبتمبر جو باك تو سكول ويزاوت ستريس، يعني تو ريلاكس تو بي فيري هابي. اوكي الفاكونس كان بتجنن، مش معناتها رجعنا على المدرسه والولاد على المدرسه وكل شيء يعني رجع لطبيعته لروتين الشغل، معناتها انه الصيفيه خلصت ومعناتها انه رجعنا على ستريس. بي كول عاملين شيء مهضوم سرقتها منهم اللي هي $30 ب 30 مينت، يعني بتعملي فيشل ب 30 دقيقه بس ب $30. بتعرفي هلا كسره اول سبتمبر كله مدارس وما مدارس كل مدارس سونكي مساج للايدين للاجرين للبادي. بلشتي تعمليها؟ بلشناها بجميز وبصيدا لكل اللي بيتصلوا يستفسروا $30 for 30 minutes. حلو كتير. وبكره ينطرونا على الريد كاربت. اكيد طبيعي، انا بدي اتشكرك اكيد. رح نشوفك مش بقى كثير بعيد، رح نشوفك بكره. فاذا نشوفك بكره على 6:30 ان الله ان شاء الله اذا الله راد. بنتوقف عن فصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع غيدة بالسينما.